اليوم متواجدين بصالة هيونداي، وصلت عندهم سيارة جديدة نستعرضها مع بعض بشكل كامل. تحديث جديد في اسطول سيارات جينيسيس، انضافت عندهم سيارة جديدة جينيسيس جي 70 موديل 2021، اصغر كروس اوفر اصغر من الجي في 80. نبدا تقييمنا للسيارة ونتكلم عن مواصفاتها وميزاتها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. كالعادة سادة تغطيتنا اليوم نتكلم عن العلامة الكورية، نتكلم بالتحديد عن علامة هيونداي. نستعرض مع بعض جناح الفخامة في هيونداي جينيسيس، أحدث سيارة وصلت لأسواقنا، جي 70 موديل 2021، أصغر كروس أوفر في أسطول سيارات جينيسيس. طبعا أكيد الأكبر منها مباشرة جي بي 80 مباشرة. هذه بعدها تعتبر مميزاتها كثيرة. تصميم السيارة أقرب للسيارات البريطانية، بالتحديد سيارات بنتلي بنتيغا. في الواجهة الأمامية الشبكة الأمامية جاية من الكروم بشكل كامل متوسط، وكاميرا أمامية من أصل 4 كاميرات محيطية تعطينا رؤية 360 درجة. إضاءاتها جاية على جزئين، الجزء العلوي والجزء السفلي. متوسط أكيد خط عريض ممتد، ضايف لمسات جميلة في السيارة. هذا الجزء طبعا فتحات لتبريد الفرامل، بالإضافة لخط من الكروم بشكل كامل ممتد أسفل السيارة. حماية للواجهة الأمامية، رادار أمامي وحساسات أمامية، فيت البرستيج اللي نتكلم عنها اليوم. طبعا فتحات لتبريد المحرك، على ذكر المحرك محرك 2500 سي سي مدعم بشاحن توربيني، أكيد محتاج تبريد. الجزء الجانبي جنوط، بنشوف مع بعض مقاس الجنط وتفاصيله في آخر الفيديو. طبعا المرايات مدمجة بالأبواب، تنفتح معك تلقائية. على ذكرى طبعا خلونا نشوف مفتاح جينيسيس، ما شاء الله حتى مفتاح متميز بالفخامة، فتح وغلاق وفتح الشنطة، بالإضافة لتشغيل عن بعد. سك بانوراما اللي متميزين فيه هيونداي، خاصية الدخول الذكي موجودة أكيد على باب السائق والراكب. وهذه بشكل كامل. أعطوني رأيكم في تصميم السيارة. طبعا هذا الخط جاي بشكل كامل، طبعا واضح بشكل كامل بهذه الطريقة. شايفين تصميم الخط كيف؟ تصميمه مميز، خط من الكروم بشكل كامل. المرايات الجانبية جاية فيها خاصية الطي التلقائي، بالإضافة لإشارات بالمرايات أسفل المرايات باللون الأسود، وكاميرا جانبية. وهذا الجزء الخلفي، حساسات خلفية، فتحتين للعادم، محرك 2500 سي سي تيربو. طبعا المحرك جي دي آي حق مباشر، وهذه من الخلف جي في 78. خلونا نقوي الإضاءة ونشوفها بشكل أوضح. ما شاء الله حتى الخلف، خلونا نفتح. هذه هي إضاءتها بالجزء الخلفي، ما شاء الله إضاءتها متميزة. بالجزء العلوي والجزء السفلي حتى فيها إضاءة LED خاصة باللوحات، كاميرا خلفية. طبعا فتح الباب الخلفي بهذا الجزء، ما شاء الله. طبعا ما شاء الله السيارة متميزة بمواصفات كثيرة. طبعا هذه ولا حاجة، مواصفاتها أكثر من كذا بكثير. تعطيك بعض الخصوصية، هذه الستارة، مساحة تخزين هذه بشكل كامل. كل هذه مساحات تخزين،
كتيب جينيسيس، فرشات منفذ 12 فولت، إضاءتها الداخلية LED طبعا. هذه قفلة السيارة بشكل كامل، وهذه قفلة الشنطة الخلفية. عوارض السقف من كروم. طبعا السيارة ما شاء الله فيها كمية مواصفات غير طبيعية، مواصفاتها جدا كثيرة حتى تكون معكم بصورة أوضح. جناح خلفي، مع بعض نقرأ تقييم استهلاك القودة. التقييم طبعا سيء، كل لتر بنزين بشكل 12.4 كيلو، تقييم سيء جدا. بنزين 95، دفع خلفي 2500 سي سي، 2021. المراية الجانبية فيها خاصية التسخين، ما شاء الله حتى مرايتها طبعا فيها بعض الخصائص مثل ما ذكرنا، هذه فئة البرستيج ما شاء الله على إضاءتها. بنشغل الإضاءات ونشوفها بشكل كامل، ما شاء الله كمية مواصفات غير طبيعية. نشوف مع بعض إضاءاتها بشكل كامل واعطونا رايكم فيها. طبعا هذه الإضاءات ما شاء الله، مواد مستخدمة فيها بجودة عالية، كروم بشكل كامل. هذا الجزء والجزءات السفلي، حتى زرار التحكم كروم، مساحة تخزين بالأسفل جلد. طبعا هذا الجزء كله جلد. هذه المراتب، فيها تكايب الوسط، فتحة تكييف بالخلف، منفذ USB، فيها ذاكرة خاصة بالمراتب. ما شاء الله المرتبة تتحرك تلقائي. هذه الذاكرة، تخزين وضعية المرتبة، نوافذ كلها كهربائية ما شاء الله، شايفين جاية بطريقة مميزة كل التفاصيل اللي فيها، غير الجير. طبعا هذا الجير، هذا الجير توني ماسك، هذه قلت هذا الجير. طبعا هذا التحكم بالشاشة، فيها ملاحة، ما شاء الله طبعا بشكل كامل تفاصيلها كثيرة. شاشة خاصة بالتكييف بهذا الجزء، من دون ما ترجع للشاشة العلوية وتدخل في تفاصيل كثيرة، لا، هذه الشاشة خاصة بالمكيف تعطيك كل الخصائص المهمة. بالنسبة لهذه طبعا المناخ ما بين السائق والراكب منفصل بشكل كامل. هنا الحساسات، وهذه الكاميرا ما شاء الله بجودة عالية. الكاميرا فيها بجودة عالية، وهذه الملاحة طبعا اتصال بالجوال بشكل كامل. الأصوات، أصوات الطبيعة، الشاشة الحالة طبعا يبغى لها تغطية كاملة.
بنكتفي ببعض التفاصيل بإذن الله بنغطيها لكم بشكل كامل بالنسبة لهذه الشاشة، لأن مواصفاتها كثيرة. وهذه الفارة مثل ما قلنا، هذا الجير، وهنا مثبت السرعة الذكي وخروج عن المسار وكل وضعيات وخصائص الأمن والسلامة. وجاية الشاشة أكيد 7 إنش بهذا الجزء، جيروفون خلف الدركسون، الدركسون مكسب جلد بشكل كامل، حملات أكواب 2، منفذ USB طبعا تكون متغطية بشكل فخم كذا، سيارة مفخمة بزيادة، فيها عدة منافذ USB في كل أجزائها. وهذا التشغيل الذكي أو تشغيل بالزر، خلينا نشوف مقاس الجنب مثل ما تكلمنا. هنا طبعا تحكم بالإضاءات، التراكشن، البريك، الشنطة الخلفية، نزل من الحجارات. هلا، طيب ثواني بس ثواني. وهذا السعر طبعا، مقاس الجنب 18 إنش، وهذه تفاصيلها بشكل كامل، سعرها 189,000 ريال، GV 72. أتمنى تغطي نالت إعجابكم. مثل ما قلنا في البداية، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، وأعطونا آراءكم في قناة التعليقات عن السيارات اللي تبغوها بالمستقبل. في أمان الله. قبل لا نبدأ هذه التغطية، لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو، واكتبوا لنا في قناة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالمستقبل.